التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، تواصلنا يستمر ويسير على بركة الله وتوفيق شوطنا التاسع الخاص بمنافسة الإبكار. أبدأ بالمقدمة وأتابع البداية مياسة ناصر بن سالم بن عبيد المردد اللي يحتل المقدمة والبداية، بينما النقلة إلى أيضا طواري وراشد بن حارب الخاصوني الاكتبي يتقدم مع المركز الثاني، بينما نتابع المركز الثالث وهنا مخلاب رامس بن محمد بن سلطان العويسي، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع واللي وصلت الآن تتقدم مياسة محمد بن سالم بن جرش الاغفلي، بينما ناخذ اللي على المركز الخامس وهذه هي شهودة مصبح بن سالم بن كاسب المسافري رجل المزادات. أعود إلى مقدمة الشوط بعد ما أكملت النداء الأول، إلى المقدمة إلى المركز الأول، ومياسة اللي على مقدمة الشوط، مياسة هي تبحث عن الانتصار. ناصر بن سالم بن عبيد المردد يتقدم على مقدمة الشوط، المركز الثاني طواري راشد بن حارب الخاصون الاكتبي. ولكن يا اخوان شوفوا فعل مياسة، شوفوا فعل مياسة، اخر شوي علي، بسم الله وما شاء الله، سلام لها الإمارة راس الخيمة مع العرض الاخير، مع العرض والمخزون الاحتياطي. تهانينا لناصر بن سالم بن عبيد المردد، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني طواري لراشد بن حارب الخاصوني الاكتبية، المركز الثالث وصلت مخلاب رامس بن محمد بن سلطان العويسي. هذه هي نتيجتنا، ولكن مياسة هي من استطاعت تنتزع ناموس هذا الشوط. الاسم جميل والشكل جذاب، هذه مياسة والمخزون والعرض الجميل التي قدمته مع الامتار الأخيرة. توقيتها زمني دقيقتين وثمان ثواني وحاجز العشر، تحطم مياسة عون ولوم بالفعل مثل ما يقولون الخبراء، الله يحط فيها البركة. تهانينا لناصر بن سالم بن عبيد المردد، تهانينا لجميع الفائزين.